اوكي، هسه نبدي بالزونز اوف ذا بالب. يعني شنو الاماكن اللي موجوده بالبالب؟ تشوفون مثل هاي الصوره، عندي اماكن بالبالب يعني حسب مميزاتها اسميها. تتذكرون قلت لكم انه الاودونتوبلاست يحيط لي بالبالب كله؟ ليش؟ يعني الدنتين من يتكون خلية الأودونتوبلاست ترجع لي ورا ترجع لي ورا وتستقر بالبالب، فراح تكون على حواف البالب. إذا تشوفون هذا البريدنتين اللي متكون عندي، وهاي هي خلايا الأودونتوبلاست. عندي منطقة بالبالب تكون يعني خالية من الخلايا، ما بيها خلايا، وأكو منطقة تكون غنية بالخلايا، وأكو منطقة اللي هي يسموها البالب كور اللي هي هاي بعد هو نقدر نقول قلب البالب، او نقدر نقول المنطقه السنترال اللي موجوده بالبالب. زين، فنجي الزونز اوف ذا بالب. اول نوع اللي هو اودونتوبلاستيك زون، قلنا this is peripheral aspect of the dental papilla. يعني هو شنو؟ هو اللي يحيط بالدنتال بالب. شتحتوي هاي الاودونتوجينيك زون على الاودونتوبلاست سيل which contain the odontoblast cell. كلش بسيطة. الثاني اللي هو cell free zone or zone of wheel. شنو يا هاي؟ يعني اسم العالم مالتها هذا اللي اكتشفها، هي هاي منطقة تكون خالية من الخلايا. This region من اسمه cell free zone. إذن this region doesn't contain cells. But لكن اش تحتوي؟ لكن تحتوي على bundles of fibers. تحتوي على حزم من الألياف. but contains numerous، النيومرس يعني معناها العديد، bundles of fibers، و يعني هاي bundles of، خو هي مو ما عندي خلايا وها هي كل شيء ما استفاد من العد. ليش هذا العالم اجى اكتشفها وما ادري شنو؟ تحتوي على bundles of fibers، تحتوي على العديد من الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدموية numerous of capillaries، وتحتوي على النيرفز اللي هي الأعصاب، تحتوي على النيرفز اللي هي الأعصاب. زين، عندي cell rich zone. هاي cell rich zone يعني شنو؟ المنطقة اللي تكون غنية بالخلايا، منطقة غنية بالخلايا اللي هي cell rich zone. this containing numerous fibroblasts. شرحت لي فوق انه الهيستولوجي اوف dental pulp يحتوي على cells، الاودونتوبلاست، الفايبروبلاست، الام ديفرنشيشن والديفنس سيل. بس هاي الخلايا ما عدا الاودونتوبلاست، يعني الاودونتوبلاست قلنا هي بالبريفيرال، فالباقيات وين موجودة؟ موجودة بالسير ريزون اللي هي بالمنطقة اللي تكون غنية بالخلايا، اللي هي السير ريزون. طبعا هي هاي بالتسلسل تنحفظ، يعني تعرفوها هو من الخارج للداخل. فهاي السير ريزون this containing numerous fibroblast. شنو هذا الفايبروبلاست اللي هو البري دومينانت سيل تايب اوف بالب؟ يعني هو من النوع الثاني الأكثر انتشارا بالبالب. من النوع الأول اللي هو الأودونتوبلاست، إذن هو الـ predominant cell type of pulp. والـ undifferentiated mesenchymal cells أيضا موجودة and are also present in the pulp and give rise to new odontoblast, fibroblast, macrophage. هاي الـ undifferentiated mesenchymal cell انتبهوا لي شوي، نطلع من عندها نحط على أمل. هاي الاندفرنشيشن ميزونكايمال سيلز عبارة عن خلايا ميزونكايمية غير متمايزة، يمكن أن تتمايز إلى أي نوع الريدة، يمكن أن تتمايز إلى النيو أودونتوبلاست، إلى فايبروبلاست، إلى ماكروفج. أي خلل بهاي الخلايا تقدر مثلا إذا ماتت تسوي لياها الاندفرنشيشن ميزونكايمال سيل. تذكرون من كنت أقول لكم إنه التريشري يا أما بي ري أكشنري أو ري هذا reactive، فقلت لكم انه يا اما بنفس الخلايا الاودونتوبلاست الجديده يكون لي اياها تكون لي التريشري تايب مال الدنتين اللي هي شنو؟ نفس الاودونتوبلاست اللي كونت البرايمري والسكند، او اذا كان عندي النخر او التسوس عميق فراح يموت لي هاي الاودونتوبلاست. فراح منو راح يكون التريشري؟ راح يكون لي يا لازم اودونتوبلاست جديده، نيو اودونتوبلاست. زين، هاي النيو اودونتوبلاست منين تجيني؟ تجيني من
undifferentiated mesenchymal cell اللي هي موجودة وين؟ موجودة بالcell ridge zone، يعني وين؟ يعني بالpulp. زين. Pulp core اللي هو this contain rashco plexus of nerves and main blood vessel in the pulp. هنا هذا نقدر نقول هو مثل اللب اللب، يعني هو الكور مال البالب، نقدر نقول قلب البالب، يحتوي على شبكة يعني يسموها راشكو من النيرفز من الأعصاب، وبيها الأوعية الدموية المين الأساسية أو الرئيسية اللي موجودة بالبالب، يعني وين موجودة؟ بالبالب كور. إذن عندي أنا الزون ماتي 4 odontogenic zone اللي هي بيها الodontoblast cells، عندي cell free zone or zone of well اللي هي قلت لكم هاي خالية من الخلايا بس تحتوي على البندنز مال الفايبرز والنيومرس كابيلاريز والنيرفز. cell zone تحتوي على الخلايا اللي قلناها فوق الهاي فايبروبلاست، تحتوي على الاندفرينشيشن ميزونكايمال سيلز، وهاي الاندفرينشيشن ميزونكايمال سيل يمكن ان تنطيني اي خلية اخرى. وعندي المنطقة الرابعة اللي هي البالب كور اللي هي تحتوي على راسكو بلكسس اوف نيرفز والمين بلود فيزل ان ذا بالب. وهنا مثل ما موضح بهاي الصورة هذا البالب كور، هاي هي السيل فري زون، هذا هو البريدنتين اللي تكون الاودونتوبلاست. نجي على هاي الصورة، هاي اللي هي هاي اللي هنا اللي هي الاودونتوبلاست، نرجع شوي اللي ورا نلقى السيل فري زون ماكو خلايا، تشوفون هنا اكو خلايا، اذا هاي السر زون وهنا هاي هيك ما عليكم بيه. المهم ها هي خلصت الزونات مال البلب.